الغش هو انك انت بتبيعي قطعة ذهب او مجوهرات ليست كاملة المواصفات. فهذا يعتمد اما يكون مقصود من بائع واما يكون مقصود من مصنع واما مقصود من تاجر مثلا جملة. الذهب له نظام، الغش يتبع النظام. اذا اختلفت شروط القطعة نظاميا اصبح هناك في حالة غش. كمستهلك انت بتدخل محل تشتري ذهبك من محلات بيع الذهب والمجوهرات، لا تقبل انك تشتري اي ذهب او مجوهرات من اماكن غير معروفه، حتى احيانا المواقع الالكترونيه. وزن الذهب لازم انت تشوفيه، يعني اذا احد بده يبيع قطعه مهما يكون شكلها، خاتم، عقد، سواره، بيحط على الميزان. من الشروط الواجب توفيرها للمستهلك انه تكون قدامه شاشه او يكون قدامه ميزان، ميزان صغير، ميزان موجود قدامه يشوف وزن القطعه. شفتي وزن القطعة؟ عشان تعرف عرفتي وزن القطعة عليك انك تعرف سعر الجرام انت كمشتري. طيب عندنا وزن القطعة الان واضح عندنا، وقال للمستهلك سعر الجرام. كل اللي عليك حاجة بسيطة انك تضرب الوزن في السعر، حيطلع لك القيمة. اذا ظهر قدام القيمة هي دي اللي تدفعيها. ولكن بعض البائعين، انا ما اعمم، ولكن المستهلك البائع اذا وجد بائع مشتهي شاطر بسرعة تجدي يعني يتنبه للموضوع ده. ناس حقيقة عانت في فترة من الفترات غياب الرقابة، كانت عندنا غياب الرقابة. الآن وزارة التجارة تضرب بيد من الحديد على هذه المواضيع. الحقوق للمشترين مرة أصبحت قوية، وبتضرب برضو بيد من الحديد. أصبح البائع في حالة رعب إنه يجد يوم من الأيام واحد مشتري وجد عليه غلطة، حتكون طامة كبرى، الغرامات عالية، الموضوع ما صار في يد وزارة التجارة ولجنة لا لا، أصبحت على طول على النيابة العامة. النظام يقول لك لا يجب أو يعني لا يسمح ببيع أكثر من 5% من إجمالي القطعة. يعني لو قلنا قطعة وزنها مثلاً 100 جرام لا يجب أن يكون أوزان الفصوص اللي مركبة أكثر من 5 جرام في هذه القطعة كلها. 95 جرام ذهب و5 جرام ممكن تكون أحجار، إيش ما كانت من حق البائع أنه إيش يبيع. ما يحق لك أنك أنت تيجي تقول له لا لا تبيع، يعني هذه هذا النظام كفل له. لكن لو زاد 1 ملي، لو زاد 10 من الملي، يجب أنه على التاجر يفصح لك، يقول لك ترى هذه القطعة وزنها 100 جرام وفيها 10 جرام فصوص، فيها 5 جرام مسموحة لي و5 جرام مسموحة لك، عشان انت لا تشعري بانك انت غبنتي او والله ضحك عليك التاجر، بكره تروح تشتكي والله ما قال لي. ان ما افصح لك من حقك ترجعي له القطعه. يعني يجب انه يكون ذاكره في 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 الاستيكر الصغير دائما في بعض القطع، او يكون هو حافظه وعارفه الحجر هذا وزنه كذا، فبيقول لك هذه القطعه فيها كذا وفيها وزن افصوص كذا. فمعناته انت لك الخيار، اما تشتري وإما ما تشتري. إذا اشتريتي فأنت اشتريتي وأنت مقتنعة، مالك الحجة ومسجلة في الفاتورة، والفاتورة وثيقة بينك وبينه وموقع على الفاتورة كمان. يعني بعض الناس بتسترخص إنها بتروح تفصل بالذات الأوردرات الخاصة، مثلا تبى تسوي اسم، تبى تسوي حرف، تبى تسوي برج، تبى تسوي قطعة معينة كده. فبتجي مثلا لمحلات البيع الذهب الرئيسيه والرسميه، فتسال عن القطعه، تجد القطعه مثلا نقول ب 1000 ريال، تخرج تلاقي كشك برا بكم؟ يقول لك 300 ريال، تنبسط. ايش تقول؟ تقول صاحب المحل هذا مره غشاش، لانها هي هديه، وهو متاكد تماما صاحب الكشك هذا ولا صاحب المحل الاخر انه القطعه دي ما حتخضع لاي علامات فحص، ممكن لا تخضع لدمغه ولا تخضع اوردر. فهو يعمل لها العيار ده عيار 10، وانا استطيع اخلي لك عيار 10 كصانع زي عيار 18. لا تشتري قطعه تتزين بها اذا خرجت من المحل تساوي صفر، وتزعل اذا اشتريت قطعه ب 1000 ريال وخرجت من المحل ورجعت ولبكت ثاني وتساوي نص القيمه، لكن نص القيمه دي افضل من صفر.